ثلاث سنوات من انقطاع رواتب موظفي الحديدة، من يعرقل صرفها؟ لماذا لم تعتبر الحديدة محافظة محررة حسب التوجيهات الرسمية؟ وما هي الآثار الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب وتوقف الرواتب؟ أهلا بكم. رغم تكرر الوعود والتوجيهات الرسمية، إلا أن رواتب موظفي محافظة الحديدة لم تصرف منذ ثلاث سنوات باستثناء قطاع التعليم في سبع مديريات فقط. يتهم مكتب المحافظ المسؤولين في وزارة المالية بالوقوف وراء رفض صرف الرواتب. يقول مطلعون إن الحديدة المدينة الساحلية التي يعاني أبناؤها الإهمال والتجاهل منذ نظام صالح لا تزال تتصدر التهميش الرسمي والدولي. كان ملف الحديدة أولوية للمبعوث الأممي منذ اتفاق السويد، لكن ليس الناس في الحديدة وإنما مصالح الحوثيين هناك بحسب اتهامات حكومية له في أكثر من مناسبة. أيضا انقطاع الرواتب وسيطرة ميليشيا الحوثي على أغلب مناطق المحافظة ضاعف من معاناة الناس، خصوصا مع دخول فصل الصيف واستمرار انقطاع الكهرباء، إذ تتحول الحديدة إلى جحيم يصطلي به آلاف الأبرياء. إذن هل تتحرك الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات صرف رواتب موظفي الحديدة؟ أم سيترك أبناء الحديدة لمواجهة مصير مجهول؟ ثلاث سنوات وموظف القطاع العام في محافظة الحديدة بلا رواتب، لا من سلطات الشرعية ولا من سلطات الانقلاب. في بداية العام 2017 وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حينها أحمد عبيد بن دغر بصرف رواتب جميع موظفي الحديدة واعتبارها محافظة محررة، لكن هذه التوجيهات لم ترى النور منذ ذلك الوقت، واقتصر الصرف على موظفي قطاع التعليم في سبع مديريات فقط من أصل 22 مديرية في المحافظة. تقول المصادر إن المحافظ حسن طاهر وفريقه المتواجد في عدن يبذلون جهودا كبيرة في متابعة وزارة المالية لصرف رواتب محافظتهم، لكن هذه الجهود غالبا ما تواجه بالتعنت من قبل مسؤولي وزارة المالية. رحل بن دغر وجاء معين عبد الملك الذي أعلن بدوره تركيز خطته على الجانب الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين، لكن ومنذ تعيينه في أكتوبر 2018 لم يحدث من ذلك شيء. حرمان أبناء الحديدة من رواتبهم، وهي المحافظة التي تعاني من وضع إنساني بالغ الصعوبة، ضاعف من مأساة أبنائها وحول المدينة إلى منطقة منكوبة. فالمواطنون في المديريات الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو تلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي محرومون من أبسط مقومات الحياة، حيث لا ماء ولا كهرباء، الأمر الذي يزيده سوءا دخول فصل الصيف في هذه المحافظة الساحلية الحارة. رغم جهوده المبذولة، إلا أن المحافظ حسن طاهر يتحمل المسؤولية أمام أبناء الحديدة في نهاية المطاف. لا يعني ذلك بحال من الأحوال إعفاء ميليشيا الحوثي الانقلابية من المسؤولية، فهي من يسيطر على مدينة الحديدة وأغلب مديرياتها، وقصص معاناة المواطنين هناك ونهب المساعدات الدولية لا تتوقف، وهو حال يستدعي ظهور الفارق الحقيقي بين السلطة الانقلابية والسلطة الشرعية. فهل سنرى ذلك قريباً؟ مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها في الاستوديو الصحفي والناشط السيد وديع عطا. أرحب بك سيد وديع عطا. أهلاً وسهلاً بك وبالمشاهدين الكرام، مرحباً بك، حياكم الله. إذن دعنا نبدأ، ما القصة؟ ما قصة رواتب محافظة الحديدة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولاً تحية لقناة بلقيس التي تطرقت لهذا الملف الذي أتمنى بأن تتكرر التطرقات له في أكثر من قناة وفي أكثر من برنامج، كونه يمس حياة الآلاف من بل عشرات الآلاف من الأسر التي لا يشعر بها المسؤولين المتنعمين من حكومة معين والمسؤولين الذين هم اليوم تحت يعني في الرياض أو في القاهرة ومتوزعينهم وعوائلهم، وبالتالي لا يشعرون بالآخرين. يعني
من يعيش تحت المكيفات لا يمكن يشعر بمن هم الآن اليوم تحت الصفيح وتحت وداخل جدران محرومة حتى من أبسط أسباب الحياة، لا كهرباء لا مياه لا خدمات، ومحاصرين بكل أشكال الحصار، يعني الحصار المعيشي والحصار السياسي والحصار العسكري المفروض عليهم من كل الجهات. لا يبدو بأن هناك جهة تبالي بمعاناة يعني أبناء الحديدة بشكل عام، ناهيك عن موظفين منهم والذين كانوا يعتبروا الراتب هو المصدر، مصدر المعيش الوحيد والرئيسي الذي يمكن أن يعتمدوا عليه. تخيل بأنه كان في الأيام العادية يعني قبل 2014 كان بعض المعلمين رواتبهم لا تزال يعني إلى حد ما تعتبر مؤمنة، ومع ذلك كانوا يلجؤون إلى بعض وسائل الرزق العادية كالدراجة النارية وبعض الأعمال يعني الإضافية التي يمكن يحسنوا منها دخلهم. اليوم فقدوا المصدر الرئيسي لهذا للمعيشة وأصبحوا يعني بين نارين، نار شرعية التي لا تأبه ولا تبالي بهم، وكذلك بين نار يعني الميليشيا الحوثي. أتكلم أيضا عن الذين هم تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهم أغلب سكان محافظة الحديدة، لأن محافظة الحديدة 22 مديرية لم يتحرر منها كليا حتى الآن، ولا حتى مديرية، فقط مديرية الخوخة التي نقول عنها محررة. لا تزال هناك بعض القرى الجنوبية الشرقية منها لا تزال حتى الآن تحت سلطة الميليشيا. مركز مدينة حيث فقط هو الذي تحرر، مركز مديرية التحيتة هو فقط الذي تحرر، بعض القرى الساحلية من مديرية بيت الفقيه فقط الذي تحررت، الخط الساحلي الإسفلتي مرورا إلى الدريهم التي هي منقسمة كذلك، مركزها أيضا منقسم ما بين الشرعية وبين أيضا ميليشيا الحوثي. الموظفين إجمالا يعني اليوم يعني بحاجة إلى وقفة مسؤولة من قبل مسؤولي الشرعية الذين كان يعني بندغر للأمانة يعني أكثر يعني استشعارا لمسؤوليته تجاههم، واستبشارا أيضا بما كان قد تم من مسألة التقدم العسكري الذي كان وصل إلى أطراف مدينة الحديدة وتعمق يعني إلى أن وصل إلى أسوار جامعة الحديدة وبالقرب من يعني هذه من مدينة يعني مديرية قبل اتفاق السويد هذا الأمر تقريبا. نعم، هي يعني لم توقف اصلا معركه الحديده الا لياتي اتفاق السويد ليشرع بقاء الميليشيا لتحكم سيطرتها على ميليشيا على محافظه الحديده، ولتتعمق وتتغلغل داخل يعني ارجاء المدينه، تحفر الخنادق، تحاصر موظفين، تنزح وتهجر. وللاسف ليس هناك من طرف يستشعر فعلا المسؤوليه الانسانيه تجاه المحاصرين. نتحدث يعني منذ ذلك عن 700 الف نسمه يسكنون مدينه الحديده. منذ ذلك الحين هل كانت هناك رواتب في ذلك الوقت؟ لم تكن تصرف؟ هل هناك توجيهات رسميه بخصوصها؟ منذ متى؟ كيف هو الوضع؟ اتحدث عن اتفاق السويد او ما قبل الفتره التي قبلها. يعني هناك حديث عن توجيهات رسميه، متى كانت هذه التوجيهات الرسميه؟ التوجيهات الرسمية هي التي كانت قد صدرت من بندغر أولا وواكبت مسألة التحرير حين تحررت الخوخة ثم حيث ثم التحيتة، كانت تصدر يعني كان المسؤولين في السلطة المحلية ديناميكيين متحركين أيضا مع هذه الحركة العسكرية أيضا بأن يتابعوا مباشرة لدى المسؤولين المعنيين في الحكومة وعلى أعلى المستويات. أيضا كان بندغر كرئيس الحكومة لا يتأخر عن أن يعطي أي توجيه بصرف رواتب مثلا المديريات المحررة، وضع خط تحت كلمة محررة لأنه أي مديرية يقول تصل إليها يعني الكتائب العسكرية على طول كانت تعتبر محررة، وبالتالي حتى الثلاث المديريات التي تمثل مركز محافظة الحديدة أيضا كان بندغر أيضا استباقيا، لأن الطلاع أصلا قد كانت وصلت إليها يعني إلى الحوك، استباقيا اعتبرها بأنها محررة وبالتالي يعني صرفت رواتبها. لأن هناك كثير يتساءلون لماذا ثلاث مديريات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ضمت إلى أربع مديريات يقال عنها محررة أيضا أو التي هي تحت سلطة الشرعية والتحالف، بينما يعني 15 مديرية لم يتم. المعلومة تقول بأن القرار الحكومي الرسمي كان بأن تصرف رواتب كافة يعني كافة مديريات محافظة الحديدة أسوة بالمحافظات المحررة، هكذا كانت يتم التعامل معها كأنها محافظات محررة. هذا القرار متى صدر؟ صدر في بداية 2018 تقريبا في يناير من دولة رئيس مجلس الوزراء حينها، ثم بقدرة قادر يعني من بعد السويد وهذه من بركاته السلبية للأسف يعني تضاءل هذا القرار إلى أن يختزل في سبع مديريات فقط التي هي الثلاث الأربعة المحررة إضافة إلى مديريات مركز المديرية. تضاءل التنفيذ أم التوجيهات كانت أيضا انحصرت في السبع المديريات هذه؟ التوجيهات لم تتضاءل، التوجيهات كانت واضحة ونعم إلى الآن. والسلطة المحلية تتحرك في ضوئها أصلا،
لكن ما حصل بأن السلطات المالية المسيطرة على عدن أو التي هي تتصرف من تلقاء نفسها وتبدو في قرارها وكأنها أقوى من رئيس الجمهورية الذي عزز هذه التوجيهات أصلا في أكثر من مرة في لقاء بمحافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، هناك جهود جبارة وكبيرة أيضا يبذلها المحافظ للأمانة يعني مع مكتب المالية يرابط مرابطة يعني، وهناك من يتابع على مدار الساعة، وهناك من يصل إلى أنه يشعر حتى بالامتهان يعني من بعض المسؤولين داخل المالية في عدن، وكأنه يشحت حق الناس يعني، مع أنه حق أصيل، حق إنساني وحق وطني وحق وظيفي مكتسب يعني. يعني اليوم لم يصبح من كل فئات محافظة الحديدة يستلم إلا قطاعات محددة فقط، يعني تخيل من بين 32 ألف تقريبا 32 ألف موظف على مستوى محافظة الحديدة لا يستلم إلا 8900 تقريبا يعني أو 9000 فقط يعني لا يتجاوزون 9000 إذا أكملنا الرقم، وبالتالي هناك مسؤولية يفترض أن يستشعرها المعنيين داخل وزارة المالية، خصوصا وأن وزير المالية كان يوما ما مدير جمارك في محافظة الحديدة ويدرك ما يعنيه الريال لسكان أبناء لسكان الحديدة، يعني يفرق أن يستلم أحدهم الراتب لأنه سيخفف عنه، ما بالك اليوم ونحن نعيش أزمة كورونا والناس اليوم بحاجة إلى أن يستعينوا بهذا الراتب أيضا ليخففوا على الأقل من القيود المفروضة عليهم اقتصاديا أو صحيا. دعنا نشرك معنا في الحوار السيد عطا الصحفي السيد بسيم الجناني الذي ينضم لنا عبر الهاتف، ورحب بك سيد الجناني. يعني في الحديث عن الرواتب، من المسؤول برأيك عن عدم وصولها إلى مستحقيها من الناس؟ أخي طبعا الأخ وديع يعني اختصر الوضع بشكل كامل ومشكور، يعني وضح الصورة بشكلها الصحيح. طبعا وزارة المالية هي المتعنت الأول في عدم صرف الرواتب للقطاعات المختلفة. أولا عندما نتحدث عن 7 مديريات ومركز المحافظة، كان هناك قرار واضح جدا بدأ تنفيذه في أول عملية دخول المحافظة في أغسطس 2018، وفي يناير 2019 بدأ صرف لكافة القطاعات بما فيها التي كانت لم تصرف. كان هناك خلاف على من يستلم، فصرفت لكشوفات ما قبل 2014 حتى لا يكون للحوثي أي يد في موضوع الرواتب أو استلام بعض قياداتي أو من قام بتوظيفه من بعد 2014، ويعني بمعنى أن من يقوم باستلام الرواتب هم الموظفين الأصليين من هم من أبناء المحافظة الذين كانوا موظفين من قبل 2014 بحسب كشوفات يعني وزارة الخدمة المدنية. فاستمر الصرف حتى أغسطس 2000 ونوفمبر 2019 أوقف رئيس الوزراء معين عبد الملك إيقاف الرواتب بتوجيه صريح أنه يعني ان هناك كان اتفاق في ضمن اتفاق ستوكهولم بان الرواتب هذه تصرف بناء على اتفاق مع الحوثيين. طبعا عندما تحدث عن قطع نصف او ثلاثه يعني ثلثين من الموظفين ما قال 22000 وكسور، هؤلاء كلهم توقفت رواتبهم وتستمر في الصرف لبعض القطاعات المختلفه بما فيهم النازحين وداخل المدينه 3 أو 7 مديريات. نحن تحدث 7 مديريات من غير مراكز المديريات أو مراكز المحافظة. هذه للأسف كانت يعني حيلة يعني واضحة جدا، لأن هناك التواضع أكبر من الموظفين. أنت تحدث عن صرف 9000 فقط، بينما هناك 22000 حرموا من رواتبهم بحجة عدم التزام الحوثيين بالاتفاق. أعتقد أن هناك لا يوجد أساليب أخرى. أن تشير إلى اتفاق السويد فيما يتعلق بالحديدة واردات البنك المركزي، يعني واردات الجمارك والميناء هناك وما يصرف من البنك المركزي، أليس كذلك؟ أخي العزيز، إذا كان هناك مياه فعلا لتحجيم واردات الحوثي وإغلاق يعني الثروات التي يقوم الحوثي يعني بجلبها من الميناء ومن الجمارك، هناك أساليب أخرى تتخذ، هناك أبواب أخرى، هناك أوراق ضغط أخرى، بواخر النفط تصل للحوثيين بشكل يومي، ناقلات النفط للسوق السوداء تصل بشكل يعني بكم هائل اليوم موجود داخل الميناء. أعتقد بأنه الأمر أنك تقطع رواتب على موظفين يعتبر قوت لأطفالهم اليوم يعيشون حالة، يعني احنا نتحدث عن نزوح يعني
يعني أكثر من نصف سكان المدينة في الأحياء السكنية التي تعرضت فيها للمعارك، خاصة في 7 يوليو، في 50، في الربصة. هؤلاء كلهم موظفين يا أخي، اليوم هم نازحين في صنعاء، نازحين في تعز، نازحين في مناطق أخرى. هؤلاء كلهم قطعت رواتبهم، أنت الآن فقط وتحريم العدد الأكبر من رواتبهم بحجة اتفاق لم يزل، بأن هناك توجيهات صريحة بأنه يستمر الصرف لهؤلاء الناس، ولكن للأسف بن بريك وزير المالية يتعنت لعدم الصرف، ويقول هناك توجيهات صريحة من رئيس الوزراء بأنه يتوقف الصرف حتى يخضع الحوثي. الحوثي يعني هم يعني من ماذا يأملون من الحوثي؟ هل برأيك أن الحوثي سيخضع لهذه الضغوط؟ الحوثي قاطع الرواتب يعني على بقية المناطق التي تخضع في سيطرته منذ 5 سنوات، لا يهمه المواطنين، لا يهمه الموظفين، لا يهمه أي معاناة للسكان. وهل ستجد يخضع لمحاولة؟ يعني أنت الآن تسيط عملية صرف الرواتب وتضعها في نطاق، للأسف أنت دولة، أنت دولة، فلا يصح أنك يعني تكون في موقف كمثل هذه المواقف، أنك يعني تسيس الموضوع وتحاول أنك تشكل كورقة ضغط فيما يعاني آلاف المواطنين أو عشرات آلاف المواطنين من حرمانهم من قوت أطفالهم. يعني حالة إنسانية جدا جدا مزرية، 6 أشهر اليوم يعني أكثر من 22,000 قطعة رواتبهم، بإضافة إلى بقية المديريات 17 التي لم تدخل في أي اتفاق وكأنها خارج إطار كونها غير محررة. نحن نتحدث اليوم إذا ما قارناها بتعز، هناك مديريات في تعز غير محررة ولا تصرف لهم كامل كافة القطاعات حتى بما فيها القطاعات الاقتصادية، بينما الحديدة حتى مع هذا القرار عندما بدأ في 2019 كثير من القطاعات من القطاعات الاقتصادية كهيئة مستشفى الثورة، هيئة تطوير تهامة، المؤسسات الإيرادية داخل المدينة لم تصرف لهم أي أشهر من منذ 2018. يعني هناك عملية ما لا نعرف كيف يتم حسابها وكيف يتم. طيب. للأسف وفي الأخير هو المواطن هو المحروم. ابقى معي سيد الجناني، يعود إليك سيد وديع عطا، كيف انعكس هذا الأمر على الحياة هناك في 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 الحديدة؟ كما أسلف وقلت لك بأنه يعني الوضع الإنساني معقد تماما، يعني أصبحت المعاناة مزدوجة. يعني أبناء الحديدة اليوم يعانون من الحوثي والحصار الذي يفرضه أيضا التحالف أيضا على الحديدة. يعني لا تدخل الحديدة إلا بعض السفن التجارية التي لا يستفيد منها أبناء الحديدة، والسفن الإغاثية 70% تصل إلى الحديدة كسفن إغاثية ومع ذلك لا يستفيد منها أبناء الحديدة، كل المخازن المركزية في الحديدة ولا يستفيد منها أبناء الحديدة، لأن سلطة الحوثيين تسيطر على هذه المساعدات وتوزعها حسب يعني ما يخدم مصالحها السياسية فقط، بل وتستخدم بعض هذه المساعدات فقط للمتاجرة بها. المعاناة يعني فوق ما يمكن أن يصفه أحد، لأنه اليوم أبناء محافظة الحديدة يعني تخيل بأنه يعني الدراجة النارية هي المصدر يعني أحد المصادر الرئيسية التي كان يعتمد عليها، مع يعني غلاء مشتقات النفطية أصبح بعض الناس حتى يبيعوا دراجاتهم النارية. الآن مع كورونا حتى مفارش القات أصبحت تغلق، وكان يعتمد قسم من الناس أيضا على مفارش القات، بعض البقالات، بعض الماركتات، هناك كثير من المصالح التي أغلقت بسبب الحرب وجاء كورونا غلق الباقي. يعني أضف إلى ذلك بأن يعني المعاناة الإنسانية غايبة تماما عن الاهتمام الرسمي من قبل الشرعية مثلا كمسؤولة رسمية أمام العالم ويعترف بها العالم. ناهيك عن الحوثيين الذين لا يزالون يبتزون الناس باسم الزكاة أحيانا، وأحيانا باسم الضرائب، وأحيانا باسم الإتاوات التي يمكن أن يسموها باسم في كل مناسبة يحتفلوا بها أو يخترعوها ليبتزوا الناس. اليوم هناك رسوم يعني إجبارية يجبر عليها الناس بسبب الأعراس، بسبب الوفيات أو الجنائز، هناك أكثر من طريقة يقوم بها الحوثيون ليبتزوا بها المواطنين. لكن هناك من يعاني داخل بيته ولا يجد حتى قيمة مروحة بالطاقة الشمسية ليخفف على الأقل من معاناة مريضه الذي في البيت، هناك أولياء أمور يملكون حتى قيمة العلاج ليسعفوا أطفالهم حتى المستشفيات. هناك حالة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أنه هناك وجع حقيقي داخل مدينة الحديدة. نحن هنا، أنا هنا لا أتحدث بصفتي كصحفي بقدر ما أتكلم بأننا ابن هذه المنطقة أيضا، الذي أعرف وأدرك أيضا معنى أن هناك مريض ربو، أن هناك مريض فشل كلوي، أن هناك مريض سرطان، أن هناك يعني من يصاب بمرض في أمراض صدرية ولا يعرف كيف يتنفس داخل بيته دون أن يعني دون أن تولع حتى عنده الكهرباء حتى نص ساعة. كان لديهم الخط الحراري والخط الرئيسي الذي كان يفترض أن يغذي المستشفيات الرئيسية أو حتى يكون كخط إسعافي، اليوم الحوثيين سيطروا عليه وأصبحوا يبيعوه. هناك شركات جديدة
استحدثت وجاءت مع الحوثيين، يملكها ناس من عمران وناس من صعدة وناس من حقة، وأصبحوا يبيعون على أبناء مدينة الحديدة حتى المياه، يبيعون الكهرباء ويبيعوا المياه ويبيعوا كل المصالح أو الخدمات التي يمكن أن توفر. محافظة الحديدة ليست فقيرة، يعني على الأقل يعني التحالف إن أتاح على الأقل يعني حرية الصيد، ستجد أبناء الحديدة مستغنين تماماً عن يعني على الأقل قسم كبير منهم سيذهبون إلى البحر على الأقل ليقتاتوا منه وكانوا يستفيدوا منه بشكل كبير. ستجد هناك من يبحث أيضاً عن فرص، لكن كل وسائل التضييق وكل وسائل الخنق مورست على أبناء مدينة الحديدة، فذهبوا نازحين إلى عدن ومورست أيضاً ضدهم بعض التعسفات ويستوقفوا على النقاط في النقاط المؤدية إلى عدن لأسباب مناطقية نعرفها جميعاً. ذهبوا إلى صنعاء أيضاً ففوجئوا أيضاً بحملة غلاء إيجارات أيضاً استغلال وابتزاز، وهناك حالة ابتزاز لا إنساني ولا أخلاقي تعرض لها أبناء الحديدة في عدد من المحافظات. وللأسف الإعلام كذلك، ودعني أيضا أخاطب الإعلام، الإعلام الرسمي بشكل رئيسي أيضا وكأنه يتجاوز أبناء الحديدة كمعاناة. نحن الحديدة في الأخير، نحن الحديدة المحافظة يعني الثانية على مستوى محافظة الحديدة على مستوى المحافظات من حيث إجمالي عدد السكان، والأولى تقريبا نكاد من حيث عدد يعني الناتج القومي الذي يمكن أن نقدمه للحكومة، 40% تقريبا مما يرفد خزينة الدولة قبل 2014، وربما إلى الآن كان يأتينا الحديدة ولولا ظروف الحرب. الحديدة التي كانت هي حاضرة اليمن الأولى في 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 سبتمبر 65، وهي التي كانت سبب ومنها انطلقت ثورة 26 سبتمبر، وكل الأدوات التي جاءت لتبني دولة 26 سبتمبر وجمهورية 26 سبتمبر جاءت عن طريق الحديدة، وكل مؤشرات المدنية بدأت في الشمال من الحديدة أصلاً. اليوم الحديدة لا أحد يأبه لها. حتى نبقى فيما يتعلق بنقطة الرواتب سيد وديع عطا مع الأهمية لما تفضلت بها، أعود إليك سيد بسيم الجناني. في يعني نحن أشرنا الآن إلى مسألة اتفاق السويد ومحصلته كأمر أو كأحد يعني اتفاق الحديدة كورقة من أهم الأوراق التي كانت فيه. ما هو دور الأمم المتحدة وما الذي قدمته الأمم المتحدة في سياق إنقاذ أبناء الحديدة من الوضع الراهن برأيك؟ نعم أخي، طبعا للأسف فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأمم المتحدة منذ اتفاق ستوكهولم أو بدأ تنفيذ اتفاق ستوكهولم لم تنجح في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق، وكان أهم بند من بنود الاتفاق هو فتح ممر إنساني آمن في اتجاه كيلو 16 للحالات الإنسانية. وللأسف حتى اليوم عام ونصف ربما على اتفاق السويد لم تستطع الأمم المتحدة بفرض هذه النقطة على الحوثيين وإجبارهم على فتح الطرق باتجاه كيلو 16. هناك للأسف عدة بنود خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب العسكري لم تنفذ في كل خطوة. يحاول جريفيث إيهام المجتمع الدولي بأن هناك محاولة للتنفيذ أو هناك استجابة للتنفيذ، لكن للأسف على أرض الواقع هناك شيء آخر، الهجمات والمعارك لا زالت مستمرة، حالات النزوح الإنساني موجودة في مناطق التماس في منظر في ربصة في هي تطوير تهامة في 7 يوليو في 50 كلها ما زالت على ما هي، لم تفتح أي طرق، لم تزال الألغام، لم تدفن الخنادق، بالعكس هناك عملية توسع بشكل متواصل. آخرها ما تم في نوفمبر 2019 من توزيع لنقاط المراقبة الخمس على مدينة الحديدة في نقاط التماس خاصة كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولكنها فشلت، وكان آخرها يعني قتل أحد ضباط الارتباط التابع للقوات المشتركة الصليحي العقيد الصليحي، وفشل هذا الاتفاق. وللأسف اللجنة والبعثة الأممية الموجودة في الحديدة أصبحت تتعامل بما يتعلق باتفاق ستوكهولم فيما هو يخص الجانب العسكري فقط، أما الجانب الإنساني الإغاثي هناك كثير بنود يعني تتعلق بالجانب الإنساني. للأسف الحوثيين يسيطرون على كافة الموارد الإغاثية التي تصل لمحافظة الحديدة، كل المنظمات المجتمعية الخاصة الموجودة داخل الحديدة أنشئت ما بعد دخول الحوثيين وكلها تخضع لما يسمى بالهيئة العليا للإغاثة، أي كل ما يتم توزيعه يتم توزيعه عبر الحوثيين، ولا يتم تنفيذ أي مشروع من قبل المنظمات الدولية خاصة اليونيسيف سواء سيف شيلدرين سواء منظمة الغذاء العالمي كلها إلا بإذن من هذه الهيئة، وهي من تحدد من يستلم الإغاثة ولمن تصل. هناك وضع متعلق خاصة، نحن نقول اتفاق ستوكهولم فاشل بما كل ما تعنيه الكلمة، ولكن للأسف هناك ضغوط دولية
على على يعني اجبار القوات المشتركه واجبار الحكومه على تنفيذ هذا الاتفاق. فوللاسف الذي يكتوي بنار هذا الاتفاق حتى اليوم هو المواطن. واليوم انت تتحدث عن نزوح ومعارك، وانت لم تتحدث عن قطاع الراتب، ماذا بعد ذلك للاسف. شكرا لك الصحفي السيد بسيم الجناني، كنت معنا عبر الهاتف. اعود اليك استاذ وديع عطا، يعني فيما يتعلق ب الحديث عن اتفاق السويد، كنا أشرنا قبل قليل إلى مسألة أنه يعني أشار السيد الجناني إلى أنه من غير المقبول بالنسبة له أن يكون مسألة صرف الرواتب للعاملين في مناطق سيطرة الحوثيين موضوعا ل يعني الأخذ والرد مع الحوثيين في سياق التقدم. إلى أي مدى ترى أن الحكومة تتخذ من هذا الأمر عذراً لكي لا تصرف للناس؟ أقصد موقف الحوثيين وتعنتهم من تنفيذ اتفاق الحديدة. الحكومة موقفها أستطيع أن أقول بأنه هو موقف مترهل أصلاً، يعني التوجيهات كانت واضحة وكانت قد صدرت وثم تقلصت لأسباب يعني غير مفهومة. يعني ألم ترتبط هذه التوجيهات توجيهات الصرف بمسألة تحقيق تقدم في ما يتعلق باتفاق السويد؟ أستطيع أن أقول أيضاً بأنه اتفاق ستوكهولم بشكل عام يعني هو الكذبة التي جاءت على المستوى الوطني، لكن أكثر من تضرر منه هو أبناء محافظة الحديدة. يعني أكبر ضحية إنسانية على مستوى اليمن كله لاتفاقية السويد هم أبناء الحديدة، سواء الموظفين أو حتى على المستوى العام. يعني كانت القوات التابعة للشرعية وقوات العمالقة كانت على مرمى حجر أو مرمى أو 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 مرمى مدفع من ميناء الحديدة، وكانوا على وشك أن يطبقوا على مدينة الحديدة وأن يحرروها خلال ساعات، وكان الحوثيون قد بدأوا مساء 9 يونيو أذكر تقريبا قد كانوا يهربوا من المنفذ الشمالي لمحافظة الحديدة. لكن جاء السويد وجاءت مشكلة جريمة مقتل خاشقجي يومها، واستخدم المجتمع الدولي جريمة خاشقجي أيضا ليضغط على التحالف، ويبتز السعودية ويبتز الإمارات ويبتز السعودية بشكل رئيسي أيضا لتوقف الحرب داخل الحديدة على حساب معاناة أبناء الحديدة. الذي لا يأبه محمد بن سلمان لمعاناة أبناء الحديدة، ولا يعني محمد علي الحوثي ولا عبد الملك الحوثي ما يعانيه أبناء الحديدة، ولا يستشعر عبد ربه منصور هادي معاناة أبناء الحديدة. كل هؤلاء في الأخير يعني لا يستشعروا فعلا ما يعيشه الناس يعني. لكن ستوكهولم هو المسؤول الأول عن هذا الموضوع، وأعتقد أنه إذا كان هناك من سبب الإسقاط ستوكهولم فسيكون المسألة الإنسانية داخل مدينة الحديدة وعلى المستوى العام كذلك لمحافظة الحديدة. لكن هناك ازدواج أيضا، يعني تخيل أن هناك من يستلم الرواتب داخل المديرية التي يقال عنها محررة ويشملها صرف الرواتب في 7 المديريات ومنها مديريات محافظة الحديدة، هناك من يعمل في نفس المدرسة ولا يستلم راتب، خصوصا خريجي يعني أصحاب الدرجات الوظيفية التي نزلت إبان 2011 وعددهم تقريبا لا يقل عن 3000 موظف تقريبا. هؤلاء ضاعوا في الرجلين كما يقال، يعني هؤلاء كانوا مسكين على الدواوين وعلى ديوان مكتب التربية، وحينما ألحقت هذه المديريات وحينما صرف يعني جاءت التوجيهات بأن تصرف موظفي رواتب المديريات المحررة، وضع قوسين أيضا على كلمات مديرية المحررة، وجاءت إليها الحالي والميناء والحواك. لم يدخل في هذا التوجيه أو لم يضف إلى هذا التوجيه أيضا خريجي 2011 وهم الذي يعانوا اليوم. هناك يعني حوالي 600 تقريبا النازحين من السلطة المحلية أو الموظفين تقريبا 561 نازح، يعني اليوم يتسولون أحيانا حقوقهم وتمر 3 شهور وأربع شهور لا يجدون حقهم وهم نازحين. يعني خذ اسحب هذه المعاناة على من هم محاصرين داخل مدينة الحديدة. في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار السيد عادل مكرشب المدير العام شؤون الاجتماعية والعمل في محافظة، ورحب بك سيد مكرشب. يعني في سياق الحديث على أن هناك توجيهات حكومية واضحة لصرف رواتب موظفي الحديدة وتعامل مع كل المحافظات على أنها محررة، ما الذي قدمه المكتب في سياق تحقيق هذه التوجيهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك العزيز وبالإخوة المشاهدين والإخوة ضيوف الحلقة. بالنسبة لما يعاني أبناء الحديدة في ظل التعنت بحقهم بعدم صرف رواتبهم بموجب التوجيهات الصريحة، بداية وقبل الحديث عن قضية عدم صرف المرتبات، أبناء الحديدة هم أكثر محافظة دفعت الثمن الغالي في هذه الحرب منذ 5 سنوات
ومحافظة الحديدة تقع في أشد الحصار، في مرمى النيران، في القصف، في الألغام، في يعني في حالة إنسانية سيئة جدا، من لا وجود لبنى تحتية، لا وجود لأي خدمات تقدم، وخصوصا في الوقت الراهن. بالنسبة لقضية المرتبات، وبالرغم من وجود وإصدار قرارات صريحة بصرف المرتبات، إلا أننا نحن نجد الحكومة تقف موقفا لا إنسانيا بتعنتها بعدم صرف مرتبات جميع موظفي الحديدة بلا استثناء. أبناء الحديدة يوميا الآن في هذه الأيام يودعون العشرات منهم ويفقدونهم بسبب الإصابة بكورونا وغيرها من الحميات المنتشرة. طيب أنتم هل تبعتم هذا الأمر؟ نعم نعم أخي العزيز. هل تمعتم هذا الأمر مع الجهات المعنية؟ نعم، تم التواصل من قبل قيادة السلطة المحلية بقيادة الأخ الدكتور الحسن علي طاهر لأكثر من مرة، واستخراج تصريح قرارات بصرف الرواتب ابتداء من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وتوجيهات صريحة إلى وزارة المالية، إلا أن وزارة المالية يعني وقفت موقف غير حيادي وموقف غير إنساني بحرمان جزء كبير جدا من موظفي أبناء الحديدة وحرمانهم من مستحقاتهم. موضوع الرواتب هو مستحق، هو إلزامي، هو شرعي، هو قانوني بموجب تقديمهم لخدماتهم، بموجب أنهم مواطنون، وتلك الحكومة هي مسؤوليتها تامة لصرف الرواتب. طيب في هذا السياق سيد مكرشف، في وزارة المالية، نعم، في هذا السياق ما هي الخيارات الموجودة إذا ما استمر هذا التجاهل بالنسبة لوزارة المالية فيما يتعلق بصرف الرواتب؟ نعم، بالنسبة للخيارات، جميع الخيارات مفتوحة لدينا في محافظة الحديدة. الأخ محافظ المحافظة في آخر تصريح ولقاء له تكلم بأن لن نظل تحت الطاولة، بأن لن نسكت عن عدم صرف حقوقنا وحقوق موظفي أبناء الحديدة. أبناء الأخ المحافظ توجه بعدة رسائل احتجاجية إلى الأخ رئيس الجمهورية وإلى الأخ رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، وما زال لدينا نفس طويل في المطالبة، لكن لن يطول صبر أبناء محافظة الحديدة. أنا أتكلم عن جميع موظفي أبناء الحديدة، سواء منهم في داخل مركز المحافظة في جميع القطاعات، سواء القطاعات المدنية أو القطاعات العسكرية، أو منهم خارج محافظة الحديدة، حيث أن هناك عشرات الآلاف من الأسر استقر بها الحال والمكان في عدة محافظات من المحافظات الجمهورية. ليس هذا ما يستحقه أبناء محافظة الحديدة من الحكومة، ليس هذا ما كان يرجوه موظفي الحديدة من الحديدة. الأخ رئيس الجمهورية، الأخ رئيس الوزراء، نحن أبناء محافظة الحديدة وموظفيها مطالبكم ونحملكم مسؤولية عدم صرف مرتباتنا وحقوقنا، وأن لن يطول صبرنا. نوجهها كذلك، نحن جميعنا أبناء محافظة الحديدة من خلف قيادة السلطة المحلية في المطالبة بحقوقنا بأي شكل من الأشكال. شكرا لك إذن سيد عادل مكرشف مدير عام الشؤون الاجتماعية في محافظة الحديدة، كنت معنا على الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد وديع الطياني، أيضا الآن دخل فصل الصيف يعني أو الصيف قادم، كيف سيكون الوضع برأيك هناك في الحديدة؟ ما هي خيارات الناس عن ذلك؟ معروف دائما بأن فصل الصيف دائما في الحديدة هو موسم الحميات، موسم الملاريا ومشتقاتها والأمراض التي تأتي وتكتم على أنفاس الناس، ويحلم الناس في مثل هذا الفصل بالتحديد يعني حتى بساعة من الكهرباء يعني،
وأصبح الناس يحتالون على الأقل أو يتمنون على الأقل كيف يمكن يحصلوا على طاقة شمسية أو حتى كيف يحصلوا على وسيلة ليتعاملوا مع فصل الصيف، خصوصا أصحاب الأوبئة المزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الحالات كبار السن والأطفال والمرضعات، يعني معاناة مركبة دائمة سنوية في محافظة الحديدة وفي كل المدن الساحلية بشكل عام. يعني الحديدة ليست استثناء لكنها أكثر معاناة، لأنها في الأخير تحرم من كل المقدرات التي يمكن أن تستفيد منها، وتحرم من كل فرص الحياة التي يمكن أن تمنح لأبنائها. أبنائها اليوم محاصرين ومسلوبي الإرادة من كل الأطراف. لكن دعني في هذا السياق أيضا أخاطب رئيس الحكومة معين عبد الملك. يعني إذا هو كان يزعم أو يقول بأنه لن يتدخل في الشؤون العسكرية ولن يتدخل في الشؤون السياسية وأنه سيهتم بالأمور الخدمية، أين محافظة الحديدة من خارطة اهتماماته؟ يعني ماذا يعني أنه رئيس وزراء ومسؤول وفي الأخير يعني يتجاهل أو يتجاوز مأساة بحجم محافظة الحديدة؟ يعني إذا لم نستفد منه إنسانيا أيضا، ما قيمته أيضا كمسؤول أصلا؟ يعني ما قيمة مسؤولية الإنسانية ومسؤولية الحكومية كذلك إذا لم يستشعر؟ يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا فشق عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فسيشق الله عليه. يعني أقصد بأنه هناك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية إنسانية ومسؤولية سياسية تتعلق بكل مسؤول في الحكومة، خصوصا الرئيس عبد الرب منصور هادي. محافظة الحديدة بشكل عام هي تعاني مسألة التهميش المركزي في صنعاء، واليوم تعاني أيضا التهميش في عهد عبد الرب منصور هادي، لأنه في الأخير أنا بالنسبة لي هو امتداد لعلي عبد الله صالح الذي لم يأبه يوما ما لمحافظة الحديدة، الرئيس الوحيد الذي حاول أن يهتم بمحافظة الحديدة وبدأ فعلا فيها بشكل تنموي، ولكنه مغتاله كان الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله، ولا تزال آثاره حتى الآن داخل مدينة الحديدة بمدن سكنية وبعض المنشآت التي لا تزال حتى اليوم هي التي أنشئت في عهده. اليوم أبناء الحديدة مطالبين بأن يوحدوا أصواتهم، أن يتناسوا كل الانتماءات السياسية وكل الانتماءات الفكرية، وأن يتوحدوا في جبهة واحدة، وأن يلفتوا إليهم الأنظار بكل وسائل الاحتجاج الممكنة والمشروعة، سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق سيطرة الحوثيين. وعلينا جميعا أن نكون وراء السلطة المحلية أيضا، الذي بسمنا جميعا أيضا أشكرهم للأمانة، محافظ المحافظة وطاقمه، والأخ علي زربة مدير مكتب المالية وطاقمه أيضا، لأنهم للأمانة يعني يبذلون جهودا غير عادية لانتزاع حقوق الموظفين في محافظة الحديدة. هناك 22 ألف موظف تقريبا من الناس المحرومين على مستوى المديريات السبع التي يفترض بأنها تستلم الرواتب، يعانون على مرأة من الشرعية، يعني تصرف الشرعية لكل الناس إلا هؤلاء. لماذا هؤلاء استثناء؟ ما الذي يمنع؟ يعني أين هي الإنسانية في مسؤولي المالية داخل عدن الذين يتصرفون بلا إنسانية وبلا أخلاق مع هؤلاء المستثنيين، ناهيك عن كل المستحقين على مستوى محافظة الحديدة؟ ما المطلوب لنفعله؟ يعني مثلا لينتبهوا إلينا، كم يريدوا من الموفيات ومن الضحايا في محافظة الحديدة لينتبهوا إلينا كمسؤولين محليين أو حتى على المستوى العالمي والمجتمع الدولي؟ طيب، في سياق المشاهد من الحديدة دعنا نشرك معنا في الحوار سيد بكيل النهاري الناشط المجتمعي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من هناك. أرحب بك سيد النهاري. إذن طعنا في صورة الوضع الإنساني في منطقتكم والحديدة بشكل عام. سيد بكيل هل تسمعني؟ سيد بكيل هناك إشكالية في وصول الصوت من المصدر، سنحاول إعادة الاتصال بسيد بكيل النهاري النشط المجتمعي. أعود إليك سيد عطاء، كنت تتحدث على مسألة مسؤولية الحكومة، لكن في نهاية المطاف نعود إلى نقطة ناقشناها فيما يتعلق بأن الحكومة قد تتعذر بأن ملف الرواتب هذا معني بتفاهمات مع الحوثيين، هي مسألة يتم التفاوض عليها. هل المحافظة قادرة على الاكتفاء الذاتي بشكل أو بآخر؟ هناك مثل في الحديدة نتوارثه نحن بأنه يقول جاور بحر ولا تجاور ملك. نحن جيران البحر على امتداد 300 كيلومتر تقريبا، يعني امتدادا من الشمال الى الجنوب. نحن من اقل المديريات هجره الى المحافظه، من اقل المحافظات هجره الى المحافظات الداخليه، لاننا نعتمد على البحر وعلى الزراعه وعلى كل الفرص الممكنه داخل محافظه الحديده، وكذلك لدينا مغتربين ايضا كانوا يغذون عشرات الاسر. لكن
نحن اليوم نعاني هذه المعاناة المزدوجة. الحوثيين الموضوع لا يتعلق كما قلت أنت أيضا بمسألة تفاهمات حوثية شرعية، لأن الشرعية والحوثيين أيضا ليس في وادينا أيضا، لأنه في الأخير مسؤولي الشرعية جالسين مهتمين بأسر المسؤولين وكيف يشتروا عقارات في خارج اليمن، وكيف يؤمنوا أبنائهم ويحققوا لهم فرص الحياة الكريمة على حساب معاناة أبناء اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص، وكذلك الحوثيين أيضا الذين جاءوا ليستثمروا في أوجاع أبناء الحديدة. ودعني أيضا لأذهب لأجيب أيضا لسؤالك الذي سألته الأخ بكيل النهاري، لأننا أيضا أريد أن أعرج أيضا إلى مسألة إنسانية أيضا مهمة جدا وحساسة أيضا تتعلق بمديرية حيس التي هي يقال عنها محررة منذ 3 سنوات، وهي نموذج سلبي جدا يعكس عجز التحالف وعجز الشرعية أيضا. سأعود إلى هذا النموذج لكن قبل ذلك يعود إلينا السيد بكيل النهاري. السيد بكيل هل تسمعني؟ عظيم، أرحب بك إذا مجددا. أعطنا أو أعكس لنا صورة الوضع الإنساني هناك في محافظة الحديدة في المناطق التي أنت فيها وفي المحافظة عموما. شكرك أخي، وأشكر المشاهدين الكرام وضيوفك الأعزاء مقدمتهم الأخ وديع، ونشكركم على الاستضافة. فقط أخي، الوضع قد تكلم عنه بشكل مصيب الأخ وليع. أنا فقط أحب أن أوضح أن الحديدة فعلا كانت منذ السابق مهمشة بشكل عام، وكان الأوضاع فيها مأساوية من قبل هذه الأوضاع ومن قبل الحرب. فأتى الحرب وأداء الصراع وبدأت المعاناة بشكل كبير، وكان الناس فعلا ينتظرون أن من التحرير هذه المديريات، ينتظرون لأن التحرير جاء عليهم وباء، جاء عليهم عناء، وجاء عليهم بضغوط ومشاكل وصراعات وتدمير وقتل وتشريد وحصار ومعاناة، أيضا بصرمانهم أيضا من حقهم اللي هو الرواتب والخدمات بشكل عام تكاد تفتقد في جميع المديرية المحررة المسمى بالمحررة، كما نحن فعلا في حرارة أخي في معاناة مستمرة منذ تقريبا سلام كمديرية حيث منذ تقريبا 2 عامين، وهذه المديرية تعاني من صراع، تعاني من حصار، تعاني من ضغوط، تعاني من قلة الخدمات. يعني المياه تكاد لا توجد الآن مياه، والمشروع التحديد تم تفجيره الآن بدون نحو بدون أي إمداد المياه إلا فقط ما تقوم به بعض المنظمات أو منظمة الفرنسية وبعض الخيرين اللي يقوم بهم في المديرية، سواء كان تقوم بقيادة عسكرية أو إلا أن الأوضاع إلى الآن ما زالت تتفاقم يوم بعد يوم. ماذا على مستوى الرواتب؟ هل تصرف الرواتب هناك في حيث؟ ليس لجميع الموظفين، ليس لجميع الموظفين فقط، للكادر التربوي تقريبا والصحي، ولا فقط لك مثلا الأخوة في الزراعة، الأخوة في كوادر الديوان في المجلس المحلي، في جميع السلطات الأخرى تكاد لا 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 لم يتم صرف لهم الرواتب. أيضا المديريات الأخرى التابعة للحديدة لم يتم صرف لهم الرواتب. إذا هناك تهميش متعمد، وأنا أعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وعلى الشرعية الغير متواجدة، تكاد تكون غائبة في الساحل الغربي بشكل عام والحديدة بشكل خاص لا أدري ما الأسباب. وكنا نتمنى فعلا أن تكون الحديدة تعطى لها الأولوية، بما أنها تم حرمانها وبما أنها تم الصراع ما زال مستمر بشكل يومي، والمعاناة بشكل يومي من قتل وتدمير وتشريد. نتمنى فعلا من الحكومة الشرعية وقيادة التحالف والجهات الداعمة فعلا أن تولي اهتمام بهذه المديريات التي همشت حتى في المجال يا أخي، في المنظمات المجتمع المدني، حتى في المنظمات المجتمع المدني لم تقوم المنظمات فعلا بواجبها الحقيقي تجاه هذه المديريات، حتى أن يمكن أن تتم تخفيف المعاناة على بعض، فمثلا الغذاء لم يقم بواجبه نحو هذه المديريات. أكثر نحن أكثر من ونحن نخاطب الغناء العالمي بأن أن يرفع الكمية أو سقف الكمية، وهناك أيضا نازحين وهناك ناس متطلبين بشكل كبير يحتاجون لهذه السيادة الغذائية الشهرية.
شكرا لك سيد بكيل النهاري الناشط المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. بعودة أخيرة وفي نصف دقيقة سيد وديع، إذا كان هناك كلمة أخيرة تريد أن تضيفها. كلمة، أنا أدعو أبناء محافظة الحديدة بشكل عام خصوصا في المناطق المحررة على الأقل أن نستغل هامش الحرية المتاح لنا في مناطق الشرعية، وأن نجعل من مديرية الخوخة مثلا كمنبر لنا نخاطب منه العالم ونخاطب منه الشرعية والتحالف، وأن ننظم فيها أكثر من فعالية تحضرها كافة وسائل الإعلام المتاحة التي يمكن دعوتها من عدن أو حتى متواجدة في المقهى. يمكن أن يكون لنا صوت مسموع على مستوى الإعلام إذا استغللنا المناطق التي هي لنا فيها حرية يعني التعبير على الأقل. أدعو كذلك محافظة الحديدة والسلطة المحلية بشكل عام أن ترفع من سقفها أيضا في مسألة الخطاب مع الشرعية، لأننا في الأخير لسنا إضافة داخل الجمهورية اليمنية، نحن ركن أساسي داخل محافظة الحديدة ومهم ومحافظة مهمة أيضا، ولدينا أهميتنا الجيوسياسية والأهمية الديمغرافية ووزننا الديمغرافي أيضا، وعليهم أن يعكسوا أهميتنا على الأقل من خلال مسؤوليتهم والمنابر المتاحة إليهم على الأقل، وأن يستخدموا أيضا على الأقل الأوراق الشعبية والأوراق السياسية والإعلامية للضغط على المسؤولين في عدن بوقفات احتجاجية، بنداءات، بندوات، باستغاثات، حتى على الأقل تسويق معاناة أبناء الحديدة على كل المستويات، حتى على الأقل بطلب لقاء حتى مع جريفيث ومع كل الممثلين الدوليين في اليمن للفت الانتباه إلى المعاناة الإنسانية في محافظة الحديدة. وأعلن كذلك تضامني مع كل الموظفين المحرومين من حقوقهم ومع كل المحرومين أو من يعيش المعاناة داخل محافظة الحديدة بشكل عام. شكرا لك سيد وديعة الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في حلقة اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.